رجعنا الحزن؟ ما ادري. زين قوم انت شو دخل؟ اي خالد حياك تفضل. انا ما جيتك عشان ادخل عندك، انا جايك عشان اعرف وش السبب اللي خلاك تطلق اختي. مع اني عارف وش السبب، لكن جيت اسمع منك عشان اعرف وشلون اوقفك عند حدك وارد عليك. خالد ما في داعي لهالكلام. الا لا داعي ونص. تشك باختي وعلشان شويه اتصالات؟ والله العالم من اللي وراها. خالد اتفضل ادخل داخل، الكلام هذا ما يصلح عند الباب. قلت لك ماني بداخل، ابي اعرف وش السبب اللي خلاك تطلق اختي. المسألة ما هي مسألة اتصالات وبس، في اشياء كثيرة انا اكتشفتها في اختك وهي السبب في طلاقها. طب قل لي وش هي؟ اعذرني، احب احتفظ فيها لنفسي احتراما للعشرة اللي بيني وبينها. هي احترام اللي قاعد تتكلم عنه؟ انت خليت فيه احترام؟ انت بتقول لي ولا وشلون؟ ماني قايل. سعود انت قاعد تتهم اختي، والموضوع ذا يبي له اثبات، واذا ما اثبتته راح يوصل للمحاكم. والاثبات موجود وبيها حين. حاضر بجيبه لك علشان احافظ على سمعة بنتي، وتصدقني وما تلومني بعد كذا. هذا وشو؟ هذه صورة سارة وبعض الأشعار اللي كانت كتبتها لرجال ثاني، وأنا عرفت التفاصيل هذه من زوجته اللي اتصلت فيني علشان تحاول تنقذ بيتها. شوفيها بنفسك، هذه صورتي والرسائل بعد لك. هذه خواطر انا اكتبها على طول يا اخوي. ليش يا ساره؟ ليش تنزلي وجهي للارض وتخلينا ما يسوى؟ انا يا خالد؟ ايه انت تقولين زوجي يا ساره. انت وش قاعد تقول؟ هذه الصورة يا سارة هي سبب طلاقك. ماني فاهمة. أنا اللي ماني فاهم من وين جبين هالمثاليات اللي خدعتينا فيها. خالد أنت وش قاعد تقول؟ أنت أكثر واحد فاهمني، بعدين إيش دخل الخواطر والصور في هذا كله؟ أنت أعطيت صورتك لمين؟ أنت وش قاعد تقول؟ أنت مجنون؟ الصور هذه من صوري والخواطر هذه أنا أكتبها بنفسي. أنت بس اهدى اهدى وفهمني، خليني استوعب وش اللي صاير. ايش فيكم؟ ايش قاعد تقولون؟ ما ادري، اسالي اخوك. ساره انت ما ادري صورتك هذه لحد؟ انت مجنون ولا صاحي يا اخوي؟ انا اعطي صورتي لحد؟ ليش؟ احنا وين عايشين؟ سعود يقول وصلت هالصوره عن طريق وحده، وانك انت قاعده تكلمين زوجها. انا اكلم زوجها؟ وانت تصدق هذا الكلام في اختك يا خالد؟ لا بس اللي قدامي هذا وش اقول فيه؟ يا خالد اسمعني بس، هذه أكيد مكيدة من اللي اسمها فايزة، وأكبر دليل إن سعود قال لك اللي كلمته واحدة مو واحد. ليه يا خالد؟ ليه يا أخوي؟ ليه تجرحني بكلامك؟ ليه وأنت أقرب الناس لي؟ سارة معليش سامحيني، وبدل حط نفسك في مكاني وراح تعذريني.
وبعدين وش قصة فايزة؟ اسمعني يا أخوي، فايزة هذه ورا كل اللي صار هي أكيد دخلت غرفة سارة وخذت صورتها وخذت الأوراق من دفتر أشعارها وأعطتهم حق واحدة ثانية علشان تدق على سعود وتمثل عليه علشان يخلى لها الجو أكيد مع سعود. أنت متأكدة؟ أكيد يا أخوي، ولا من غيرها يبي يسرح ويمرح ببيت سارة؟ أصلاً سارة ما عرفت المشاكل إلا لما هسوسة دشت البيت، واللي أنت ما تدري إن هي سبب توزيع رقمها وهي سبب كل اللي صار. وبعد قولي أنك ما تدري أنها سجلت أصواتنا ونشرتها بالمدرسة. بس يا بدرية، بس أنا لازم أفهم سعود. سعود خلاص خلاص طلع من حياتي، ما أبي، ما في داعي يا أخوي تدور مبررات حق أختك واثقة من نفسها زين. بس سعود خلاص ما أبي وما عاد يهمني، صدق ولا ما صدق ما عاد يهمني. بس هذا كلام ما ينفع سارة، أنا لازم أخذ حقك منه ومن زوجته ورد اعتبارك واعتبار العائلة. ما لها داعي بكرة سنتها تقعد على كل لسان. وش فيه؟ الصاير يا عيالي؟ أرجوك يا خالد، أرجوك يا أخوي، قفل على هذا الموضوع واللي يسلمك. الله اللي راح يظهر نصري، وإذا على الناس عارفين من سارة وما راح يصدقون هذا الكلام عنها. طيب هذا سعود صدق، أجل وشلون الناس؟ أنتوا ليش ما تفهمون إيش صاير يا عيال؟ علموني، أبي أفهم. بس يما حبيبتي تعالي تعالي برا وأنا أفهمك. بس أفهم. طيب بس أرجوك يا خالد، أرجوك يا خالد، أنا منهارة وما أبي أتكلم في هذا الموضوع. أنا ما حاس بنفسي إلا بنتي، ولا أنا ما يهمني كل اللي قاعد يصير. كيفك يا سارة؟ أنا بترك الموضوع الحين، لكن صدقيني لو طلع كلام من هنا ولا من هنا أنا راح أتصرف وبدون شورك وبالطريقة اللي تعجبني، حتى لو يوصل الموضوع للدم. اعذروني يعني يمكن حفيتي شوي بسيطة مو مرة كبيرة، بس مثل ما انتوا عارفين ما عندي صديقات غيركم وحياتي الخاصة مو أي حد يدخلها. متحمضة ولا من سواياتي الشينة كرهتي الناس فيكي؟ لا أقول فايزة، ما أشوف رفقتك سارة، ناديها خلي نسلم عليها وتشاركنا الحفل. صدق غبية، عيل احنا ليش مسوين الحفلة؟ الظاهر مرت أخوك ما عندها خبر باللي صار. ليه وش صار؟ لأن سعود زوجي وحبيبي طلق سارة وصار لي أنا الحالي. الله أكبر عليكي، فرقتي بين الرجال ومرته؟ مسكينة حظها الأغبر اللي خلاها تختار حية مثلك، ناكرة ما يثمر معها المعروف. حصة ورقمك مدين يدك وتعقين معنا، ولا مناسبة نفس هذه ما تفرحك؟ تلقينها تعاطفت مع سارة. لا ما عليك منها، حصة عارفها زين، ما تفكر إلا بنفسها وبس. الله يسامحك يا فايزة، ما هقيتها منك. ها وانا ايش قلت؟ ما قلت غير الصراحة. انتي هاي شيل نفسك من فوق. انا ما قلت لك ما ابغى تنزلين تحت. انتي تهديني لك قلنا بوي. انتي تهدديني ببوك؟ انتي تهدديني ببوك؟ سمعيني، لما تقول لك عمتك فايزة شيء لازم تسوينه، سمعتيني ولا لا؟ حرام عليك يا فايزة، اترك البنت. يا حصة من فضلك لا تدخلي بنفسك، انتي حيا الله ضيفة ببيتي. بس اللي سوينا حرام وما يرضى الله. حرام؟ خلينا الحلال والحرام لك انتي يا حبيبتي، تدري شلون؟ انا اصلا غلطان اني عزمت واحدة نفسك. تفضلي تفضلي من غير ما ترد، تفضلي برا. اطلعي يا حبيبتي فوق، ولما يجي ابوك يقولي له على السوي فيكي هالظالمة. طلعي برا برا. هدي نفسك، وش في الموضوع ما يستاهل كل هالعصبية؟ ما أقدر ما أقدر يا نادية، رفعت ضغطي. خلاص تعال.